ذهب أرواح نعلمك تحفظ المصطلحات والشخصيات أمامكم. ما لازمش تخسر الوقت وما لازمش تخسر الجهد. أروح أروح أروح. شوف عندك حركة عدم الانحياز، هي الهيئة السياسية التي تأسست بعد مؤتمر بلغراد. وين جاية بلغراد؟ يوغوسلافيا. مش من عام 1961 اتبعت سياسة حياد إيجابي كمبدأ لها. حركة عدم الانحياز هم الدول اللي ما يتبعوا لا المعسكر الشرقي لا المعسكر الغربي. صح فهمنا داكور. هنا كاين ثلاث شخصيات يطيحوا بطريقة غير مباشرة يتعودوا بزاف في الباب. جمال عبد الناصر، جوزيف بروستيتو، جواهر لال نهرو. هادو أعطيهم الأعمال تاعهم، الأعمال ويشتركوا في ثلاثة في حاجة. جمال عبد الناصر قائد الثورة المصرية، رئيس مصر، زوج حاجات. جوزيف بروستيتو رئيس يوغوسلافيا واتبع سياسة الحياد الإيجابية. علاش؟ باسكو هذا كان يتبع المعسكر الشرقي وبعد جبد روحه. صح؟ الزعيم الاستقلال أو حركة الاستقلال في الهند ورئيس الوزراء بعد الاستقلال. هذا كان زعيم الاستقلال مور الاستقلال في الهند ولا رئيس الوزراء. في ثلاثة تقول عليهم أحد المؤسسين لحركة عدم الانحياز. تسمى واش درت هنا؟ حفظت المصطلح وثلاث شخصيات. مبروك عليك.